شاهدتم يوما كلبا عضا يدا ترعى. بدأت القصة حينما نشر الفنان الكويتي عقيل الرئيسي عن معاناته مع السحر الأسود الذي لجأت إليه والدة زوجته. مش بس كده، قال لأنها كمان أثرت على علاقته بزوجته ومصادرة ممتلكاته على حسب قوله. أكد أن الفنانة شوق الهادي تغار من زوجته الفنانة فرح أختها على المستوى الشخصي والمهني، وأن والدتهما دعمت شوق ضد أختها وأرادت تحقيق رغبتها في امتلاك منزل خاص بها. أكد أن عائلة زوجته كلها سحرة أرادوا أن يسحروا زوجته ومنع الإنجاب. وتسأل عقيل لماذا تكمن الأخت الأفعى كل هذا الحقد لأختها الملكة. الأخت الأفعى لجأت إلى السحر وتحرص على أن تكون مساندة للملكة في أزمتها لكي لا يشك أحد فيها، وطبعا بمساعدة الأم لكي يستولوا على ما تمتلك. أصبحت الأم مساندة للانفصال والأخت أيضا، ولكن عندما مرضت الملكة ذهبت إلى بيت الأم والأخت الأفعى، زاد مرضها حتى أصبحت محترقة. إن الله إذا أحب عبدا كشف له حقيقة ما حوله. وبعد أن اتهمها بممارسة السحر على أختها، ردت شوق الهادي بآية قرآنية: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبدو أن شوق الهادي تريد إثبات أن ما يقوله عقيل غير حقيقي. هناك منشورات تؤكد لجوء والدة فرح وشوق الهادي إلى المحكمة لكي تقاضي عقيل اتهمها بممارسة السحر على ابنتها. وأخيرا شوق الهادي تنشر منشور من إحدى المشاهد الكرتونية تتهم فيها عقيل بأنه الكلب الذي عض يدا بعد أن أكرمته. عقيل يهدد بأن لديه الكثير من الأدلة التي تؤكد ممارسة الأم للسحر وهي السبب في إصابة بنتها بمرض نادر لا شفاء منه. مش بس كده، مارست السحر الأسود لكي تفرق بين الزوجة وزوجها. الدلائل والبراهين سوف يخرجها في الوقت المناسب حينما تريد المحكمة.